ايه ايمن؟ دخلت عليك مو هيك؟ بسيطة مو مشكلة، طمني مشي الحال؟ وليش لحتى ما يمشي؟ حبيبي أنا ما بحط إيدي بالشغلة وبتطلع فالصة، بدها تزبط إجباري ويكون بعلمك أنا ما بيكون اسمي أيمن طنبور إذا ما بسويك نجم تلفزيوني خلال 4-5 سنين. لك روح الله يسمع منك يا رب. يلا قوم. لوين؟ يا سيدي اليوم أخذت لك موعد من مخرج نعمان رضا، وإذا الله ما خيبني رح يشغلك معه بمسلسله الجديد صرخة في الوادي. أنا بدي أشتغل بصرخة في الوادي؟ لك يا عيني عليك يا أيمن، علي جيرة إذا بتزبط معك هالشغلة، بتكون خدمتني خدمة العمر. ولو بدنا خدمة تحرز لك مروان. أيمن بدي أقول لك شغلة، يعني أنت ما عندك فكرة عن الدور اللي بده يعطيني إياه؟ ما بعرف، بس يمكن أنت اللي بدك تصرخ بالوادي. لك تسلم لي عينك على هالخبرية، أنا اللي بدي أصرخ بالوادي؟ يعني البطولة؟ ولو كم مروان عندي أنا؟ لك الله يخلي لي اياك يا ايمن، الله يخلي لي اياك ويديم محبتك الي، يعني انت بهالخدمة عم تقدم لي صرخة عمري، فرصة عمري، وعم تسلط علي بقعة ضوء. قوم خلينا نمشي، هلا المخرج بدوج علينا، بدوج ودول كثير عمري. اهلا وسهلا. ليش استاذ نعمان؟ اهلين، تفضل مستعجلين. هي الاخ مروان اللي حكيت لك عنه استاذ نعمان. اهلا وسهلا. اهلين سهلين. أخ مروان شو بتشتغل حضرتك؟ الحقيقة أستاذ أنا حالياً يعني عم بشتغل إجير فران، بس أنا معي بكالوريا صناعية ها، يعني ثقافة موجودة الحمد لله، يعني وإن شاء الله هيك، إن شاء الله يا رب هيك ننال حسن ظنك ونكون عند ثقتك. أوكي ما في مشكلة. أنت اشتغلت قبل هالمرة؟ إيه الحقيقة أنا كنت أشتغل إجير كوا قبل ما أشتغل بالفرن، بس بعدين مو قصدي هذا الشغل، اللي بقصده اشتغلت بالعمل الفني من قبل؟ أيوه فهمت عليك. لا تواخذني مشان الله استاذ، انا بزماني اشتغلت بمسرح الطلائع، بمسرحيه كان اسمها الطليع الشاطر، اخذت فيها دور البطوله، يعني وقتها من وقتها انا فات الفن بدمي وركبتني هالسوسه، وبصراحه يعني هي كانت مسرحيه كثير ناجحه. حضرتها استاذ؟ لا ما حضرتها. هو صحيح مسرحيه صار لها 17 سنه معروضه، بس بوقتها اخذت صدى كبير. بالفعل استاذ نعمان مسرحيه بتطير العقل، والغريب انك ما حضرتها بوقتها. من سوء حظي ما حصل لي شرف. ولما كنت بالصف العاشر اشتغلت بمسرح الشبيبة، بمسرحية وقتها كان اسمها عرس الكادحين، أخذت دور وقتها شحاد كادح نشيط وملتزم. ماشي الحال، أصبح أنا هلأ رح جربك بدور صغير، وإذا مشي حالك وأثبتت موجودية بعطيك دور أكبر. تفضل أخي مروان، هذا دورك، احفظه منيح وحضره، وبس يجي وقت التصوير بنخبرك. هذا هو الدور بس أستاذ؟ مو صغير شوي؟ كبر له يا استاذ، كبر له الدور شوي بنكسب فيه ثواب. لا دور منيح، هو خليه يفوت بهالدور وبعدين نعطيه فرصه اكبر. ماشي، على كل حال نحن ممنونين منك كثير استاذ نعمان. عدو خلينا نشرب شيء. لا ان شاء الله مره ثانيه، عن اذنك. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. شو بتحبوا تطلبوا استاذ؟ بتحبوا تاخذوا شيء قبل الاكل؟ لك لا مو تاخذوا تشربوا. شو بتحبوا تطلبوا استاذ؟ بتحبوا تشربوا شيء قبل الاكل؟ في عنا مشروبات بارد وعنا سخن. ما في عنا. لا شو بتحبوا تطلبوا استاذ؟ بتحبوا تشربوا شيء قبل الاكل؟ في عنا مشروبات بارد وعنا مشروبات سخنه. لك ما في سخنه يا اخي. في عنا مشروبات بارد وسخن. شو بتحبوا تطلبوا استاذ؟ بتحبوا تشربوا شيء قبل الاكل؟ في عنا مشروبات بارد وسخن. شو بتحب تشرب استاذ؟ بتحب تشرب شيء قبل الاكل؟ تشرب شيء قبل الاكل؟ في عنا مشروبات بارد وعنا سخن. عود مروان حاجة تحوف، والله زغيت لي نظري. ليكو الثانية ليكو، شو شايفتيني عم بلعب؟ واقف عم بحفظ دوري، ولا بدي كاني اتشرشح قدام كاسة التصوير؟ ما اختلفنا، احفظه، بس احفظه على القاعد، لايش هالوقفة يعني؟ ما بدي احفظه على القاعد، لازم اوقف وتخيل الكاميرا قدامي. طيب ما لقوا يعطوك غير دور الجرسون؟ ليش يبقى دور الجرسون؟ مو خلقت الله يعني؟ أنا ما عم أعترض على مهنة الجرسون، بس يعني واسطة وأضرب وطرح، وبالأخير ما لقوا لك غير دور الجرسون؟ معلش يا شهيرة أنا رضيان، دور صغير يعني بس ماشي حاله. بعدين يكون بعلمك، كل الممثلين الكبار واللي صاروا نجوم بلشوا بدايات مثل بداياتي، يعني أخذوا أدوار صغيرة ويمكن أقل كمان. وأنت ما شاء الله عنك، ناوي تصير ممثل كبير؟ إيه وليش لا يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش عم تتحولي؟ يعني مو خارط مشتك أنا؟ اسمع مني يا مروان، وإيه مسوسة من راسك والتفت لشغلك بقى، أحسن ما تضيع وتضيعني معه. لك ليش لحتى ضيع؟ شو شايفتيني ولد صغير؟ قال ضيعة ولا خايفة علي إنشير وأتكبر عليكي؟
لا تخافي حبيبتي، لا تخافي، انا الشهره ما راح تغيرني، بالعكس يمكن الشهره تخليني اتواضع اكثر. ولك مين جاب سيره الشهره والمهره؟ كل يلي بقصده انك انت هلا جير فران ناجح وماشي حالك، والخبز عم يطلع معك من بيت النار مقمر تأمير وفرجه لمين يتفرج. وانا واثقه انك بالمستقبل راح تصير معلم الفرن، يعني الك مستقبل مو ما الك. هذا الكلام مو من عندي مروان، معلمك ابو زهدي هيك كان عم يقول. هلا هذا اللي طلع معي؟ هيك نظرتك فيني؟ كل طموحي بينحسر اني اصير معلم فرن وبس؟ لك اخص عليك يا شهيره اخص، كل شيء توقعته منك الا انك تكسري لي مقاديفي وتحطمي لي معنوياتي. لك يا عيب الشوم عليكي، هذا بدال ما توقفي جنبي وتشدي من اذري وتساعديني. يا مروان افهم علي من شان الله، انا ما عم حطم معنوياتك حبيبي، انا عم بحكي هيك لاني خايفه عليك، يعني بصراحه خايفه بالاخير تطلع لا من هون ولا من هون، وبهالحاله رح تطير من ايدك شغله الفرن وما رح يمشي حالك بالتمثيل. بقى شو بدنا نساوي وقتها؟ هلا انت ليش ناويه تنطيلي قلبي؟ هذا عوض ما تفرحي لي وتشجعيني. حبيبي بفرح لك وبشجعك اذا كنت عم تنجح بشغلك، اما هي شغله التمثيل بصراحه ما كانت خاطر على بالي منو. وليش بقى لحتى ما تخطر على بالك؟ إيه انا ممثل من يوم يومي. هلا فكرك اذا مثلت بالطلائع معناتها لازم تحترف التمثيل؟ مروان اسمع مني ولا تدهور حالك وارضى بنصيبك وبلا لك هالعلاك المصدي. ايوه هلا فهمت عليكي، هلا فهمت عليكي شو القصه. شو فهمت دخلك؟ خايفه علي حتى ما انشهر ويقوموا الممثلات يخطفوني من بين ايديكي، ما هي بس ويني؟ وحياه عيني وحياه عيني، ما في وحده منهم بتعبي عيني، انت اللي بقلبي وبس. ولك مين جاب سيره الممثلات هلا؟ عم اقول لك هالكرم وكرك وصلى الله وبارك. معلش شهيره الله يرضى عليكي، اجدي لي هالنقاش هلا لاني بلشت اعصب، خليني اعرف ركز بالشغل. شو بتحبوا تطلبوا استاذ؟ بتحبوا تاخذوا شيء قبل الاكل؟ في عنا مشروبات بارد وسخن. لك لا مو منيح هيك، شو هالدرسون؟ شو بتحبوا تطلبوا استاذ؟ بتحبوا تاخذوا شيء قبل الاكل؟ يعني اذا بتكون عنا مشروبات بارده وعنا سخن. عنا سخن. طمني مروان، ان شاء الله مثلت الدور منيح. يعني ماشي الحال، بس يعني صحيح عكيت شي 7-8 مرات وكل الممثلين عم بيعكوا وعيد ومو بس انا. على كل بيني وبينك يعني حاسس انه انا يعني امكانياتي اكبر من هيك بكثير، وحرام يعني حرام موهبتي تضيع بهيك ادوار صغيره. يا طول بالك مروان، شو بك مستعجل؟ يعني مثل ما بيقولوا طريق النجاح بيبدا بخطوه واحده، وانت باذن الله خطيت الخطوه الاولى. دخيلك انا، امتى بدها تجي الخطوه الثانيه بس؟ يا سيدي موجوده. ما فهمت عليك؟ شلون يعني موجوده؟ اليوم حكيت لك مع مخرج جديد عنده مسلسل كوميدي، ووعدني انه يعطيك فيه دور مهم. بالله عن جد عم تحكي ايمن؟ طبعا جد ولو. لك روح الله يبشرك بالخير يا رب، بس ان شاء الله يكون هيك يعني مساحه الدور اكبر شوي، يعني مو مثل دوري بصرخه في وادي، يعني هذاك الدور حلو بس قصير. لا لا هون مساحه الدور اكبر، بس نفس الشخصيه. ها شلون يعني نفس الشخصيه؟ يعني كمان دور جرسون. كمان؟ شو عليك؟ انت ليش خايف؟ قال ليش خايف؟ قال بصراحة يعني خايف يلزقني هالدور طول عمري. لا تتشائم مروان، يعني لابد من البداية من شوية تضحيات، الانتشار ثم الاختيار، شو بنا؟ ماشي الحال، أمرنا لله. لنشوف شو آخرتها. عنا شيش طاو وستيك وكوردون بلو. إيه طبعاً في أراجيل ولو؟ لا لا. إيه طبعاً في أراجيل. شو نوع المعسل تحبوا تشربوا؟ في عنا شيش طاو كوردون بلو وستيك. لا. ستيك قبل. في عنا كوردون بلو؟ لا لا. عنا شيش طاو ستيك وكوردون بلو. ايه طبعا في اراجيل ولو؟ شو نوع المعسل تحبوا تشربوا؟ في عنا شيش طاو وستيك وكوردون بلو. ايه طبعا في اراجيل ولو؟ عفوا شو نوع المعسل تحبوا تشربوا؟ في عنا تفاحتين، عنا كرز، عنا في عنا شيش طاو وستيك وكوردون بلو. طبعا في أرجيل. عفوا شنو الأرجيل اللي تحبوا تشربوها؟ معسل من نوع معين؟ شو صار معك؟ وزعت الأدوار الصغيرة تمثيلية السهرة وسجيل الحب؟ وزعتها كلها أستاذ، مو صفيان عنا غير جرسون القهوة، لمين بدنا نعطيه برأيك؟ الجرسون؟ إيه لهذا مروان مش مشاوي، حفلوا تنزيل على الدور. ماشي أستاذ. محمود؟ تعرف نسينا دور الجرسون؟ بسام؟ بسام؟ نعم استاذ. لمين بدنا نعطي دور جرسون كافتيريا؟ شو رايك بالشاب مروان مشمشاوي؟ مين مروان مشمشاوي؟ شاب جديد بس لا بأس فيه. يعني موهوب بيقدر يحمل الدور ولا بيلبكنا؟ هو مو كتير موهوب بس انا شايفه حفله تنزيل هالدور،
لأنه صار له لعبان دور الجرسون أكثر من 7 مسلسلات. أصبح مو مشكلة اتصل فيه غير شوف يعني شيء تاني. سلامتك أستاذ. يعطيك العافية. يا حري أخت الشغل قسما بالله رح جن. ليش؟ يعني معقول اللي عم يصير معي؟ ولك صار لي 3 سنين، 3 سنين عم بشتغل بالتلفزيون ولحد هلا ما رضي حدا يغامر ويعطيني الا دور جرسون. يعني بكل هالمسلسلات اللي اشتغلتها ما كان دوري غير جرسون، يا بقهوه يا بكافيتيريا يا بمطعم وباحسن الاحوال متر. معلش مروان شو بنا طول بالك، بعدين كون بمعلومك ما في شيء بيجي بالهين، والمساله بدها شويه صبر وشويه تضحيه، بعدين انا وعدتك انه عن طريقي كمدير انتاج رح اعملك نجم خلال سنوات، بقى لا تضوج علي الله يخليك. صحيح ذكرتني قبل ما انسى، دبرت لك دور جديد مع المخرج فادي فخر الدين. بس هاتلي دور جرسون. دور جرسون مهي؟ مظبوط، بس دور حلو، بشرفي دور حلو. شهري. الحقيقة يا أستاذ نعمان نظرتك بمحلة، ومسلسلات الفانتازيا صارت موضة قديمة ومكررة. شو بتحب تشرب؟ والله أنا أفضل أخذ قهوة. متر؟ أهلا وسهلا أساتذة، شو بتحبوا تشربوا؟ 2 قهوة لو سمحت. شلون القهوة بتحبوها؟ مروان؟ مروان؟ شو عم تعمل هو؟ عم بشتغل، شو بدي يكون عم بعمل يعني عم بلعب؟ شو عم تشتغل؟ عم تصور مسلسل جديد يعني؟ لا أبدا، عم بشتغل جرسون عن جد؟ معقول؟ طبعا معقول، لانه انا من كتر ما مثلت هالدور بالتلفزيون اتقنت الصنعه منيح وصرت جرسون عن جد. يعني ما عدت عم خربط وانا عم اقول للزباين شو بتحبوا تشربوا، بتحبوا تاخذوا الارجيله قبل الاكل ولا بعد الاكل، بتحبوا تغدوا هلا ولا نستنى شوي. وطبعا هذا كله بفضل اهتمامكم وتشجيعكم، الله يخلينا ياكل يا رب. اي سيدي ما قلتوا لي شلون قهوتكم؟